السلام عليكم. تربية الدجاج شيء جيد، انه واحد يربي دجاج اذا كان عنده حديقة في المنزل. المشكلة بتربية الدجاج هي تأمين الطعام للدجاج. الطعام بشكل اساسي حتى نستفيد من الدجاجة والتبيض بشكل جيد انه نشتري له العلف، وعلف الدجاج غالي، فبالتالي لازم نحنا ندور على طريقة انه نحصل على علف للدجاج بسعر رخيص، وخاصة اذا كان عندنا عدد من الدجاج كبير. من الطرق الرخيصة حتى نحصل على علف دجاج هو ان نزرع الاكل اللي بياكله الدجاج، خاصة اذا كان عندنا بحديقة البيت مكان مناسب انه نزرع في بعض المحاصيل. من الشغلات اللي بتاكلها الدجاج او المحاصيل المهمة واللي هي بتدخل في علف الدجاج، المحاصيل المهمة هي الحبوب مثل القمح والشعير والذرة، والبقوليات مثل فول الصويا والعدس. هذه المحاصيل من أهم المحاصيل واللي هي غالية وهي بتدخل في تركيب علف الدجاج. أنا اخترت طريقة إنه أزرع القمح في حديقة البيت، وحتى بس ينضج القمح إنه أعطيهن للدجاج. طبعا ليش أنا اخترت القمح؟ أولا محصول القمح يتم زراعته في الشتاء، وبالتالي ما محتاج انه انا اروي، عكس بعض المحاصيل اللي بتنزرع في الصيف وبتحتاج لري. فبالتالي محصول القمح ما بيحتاج لعناية طول فترة الشتاء الامطار، بس انا راح افلح الارض ورايح انثر حبوب القمح وبس لوقت الحصاد. وقت الحصاد كمان سهل، سوف رايح اقطع سنابل القمح واعطيهم للدجاج ياكلوهم مباشرة. القمح ما بحاجة انه انا اجففه، ما بحاجة انه انا عرضه للنار او اشويه او قطعه لقطع صغيرة. ليش؟ انه في محاصيل مثلا محاصيل البقوليات لازم تتحمص، ما بصير انه اعطيها للدجاج مباشرة، لازم أول شي تجف وتتحمص وتتقطع لقطع صغيرة بعدين أعطيها للدجاج. رغم أنه البقوليات مهمة جدا وأهم من الحبوب ومن القمح، ولكن تحتاج لعدة طرق. أنا اخترت أنه محصول القمح، هذا المحصول ما بيحتاج ري، ما بيحتاج أي شيء تاني من المعاملات، بيأكل الدجاج بشكل مباشر من خلال السنابل، وبالتالي بيعطينا الدجاج بيعطينا بيض، وفي نسبة غذاء وكالوري وبروتين لا بأس فيها. إذن أنا بنصحكم أنه تزرعوا قمح في حديقة البيت إذا كان في مكان واسع، فبالتالي واحد بيخفف من تكاليف العلف اللي بدنا نشتري من السوق. تحياتي لكم وإلى اللقاء.